رد ناري من تونس على بيان الخارجية الإثيوبي حول سد النهضة وبيان عاجل من الأرصاد الجوية لكل المصريين. انشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل تعرف على ترتيب مصر في الدول الأكثر أمانا. ننشر التفاصيل. وأستاذ عقيد في الأزهر يرد على هل المنتحر كافر أم لا، وتفاصيل قيام مصر بإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة. ننشر التفاصيل. وفتاة مول سيتي ستارز اعترافات صادمة لوالد الفتاة المنتحرة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك الأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في خبر يعني جميل جدا، وتعرف على ترتيب مصر في الدول الأكثر أمانا. وأعلن مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري أسامة الجوهري أن مصر قفزت 38 مركزا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في عام 2012، كما قفزت 13 مركزا في مؤشر المخاطر الاجتماعية العام 2020. أوضح أن مصر حققت المركز الثامن عربيا و69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة العام 2021، كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الرخاء لعام 2020، وذلك وفقا لأهم التقارير المحلية والعالمية التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية في مصر. كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركز في مؤشر أكثر الدول العالم أمانا في عام 2021، كما قفزت 13 مركزا في مؤشر المخاطر الاجتماعية العام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد ومشاركة القوى العاملة والثقة في الحكومة والإنفاق الاجتماعي العام والاستقرار السياسي وغيرها. وفي سياق تقرير، أشار الجوهري إلى إشادة البنك الدولي في تقرير له بجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي تضمن نجاح مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار الوباء من خلال حصول 1.5 مليون شخص على منحة 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية. كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وفي تقرير أشار الجوهري أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام. كما نوه إلى تقرير دولي يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وفي هذا الأمر أشار التقرير إلى نجاح مصر في توصيل الغاز الطبيعي ل 12.3 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي 2020-2021. مصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الصار بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورد ناري من تونس على بيان الخارجية الإثيوبية حول سد النهضة. أعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها مما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبي من تشكيك
في التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية في المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن. الخارجية التونسية قالت في بيان ليها نشرته على صفحتها الرسمية: اعتمد المجلس يوم 15 سبتمبر 2021 بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي. وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض. وذكرت الوزارة في بيانها أن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كل الأطراف المعنية ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كل الأطراف ومصالحها ويضمن حقها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات. وقالت بقدر ما تقدر تونس علاقات التعاون مع إثيوبيا، فهي تعبر عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الإفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن. الوزارة التونسية أكدت أنه تم منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية، وأن هذه المبادرة لم تكن موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء وتقدير الدور المحوري للاتحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل لحل توافقي ملزم. مصدر معنا كان من وزارة الخارجية التونسية. طبعا هذا كان بيانا ردا على بيان الخارجية الإثيوبية اللي يعني هجمت في تونس في تقدمها المشروع أمام مجلس الأمن، يعني عشان تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية وبيان عاجل من الأرصاد الجوية لكل المصريين. أنشر التفاصيل الآن. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على جنوب سيناء وجنوب مصر، وليلا يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وتسجل اليوم درجة الحرارة العظمى لها بالقاهرة 32 درجة. كل عام وأنتم بألف خير، يعني بمناسبة دخول الشتاء علينا إن شاء الله. طبعا عارفين إن جو الشتاء بيكون جميل جدا، أنا عن نفسي بفضل فصل الشتاء عن فصل الصيف. طبعا عاوز أعرف رأي حضراتكم وعاوز أعرف هل أنتم بتحبوا فصل الصيف ولا فصل الشتاء. وننتقل مع بعض الخبر آخر. وأستاذ عقيدة في الأزهر يرد على سؤال هل المنتحر كافر أم لا. علقت الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف على ظاهرة الانتحار في أعقاب حادثة فتاة مول سيتي ستارز التي هزت مصر. وقالت في حديثها مع موقع القاهرة 24 إن المنتحر عامة ليس كافرا لأنه مات على دينه، إلا أنه جاحد من رحمة الله، لافتة إلى أن البعد عن الأهل هو أحد أسباب الانتحار بين الشباب. يذكر أن مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة شهد خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس حادث انتحار فتاة ألقت بنفسها من طابق مرتفع. وقال والد الفتاة إن بنته انتحرت بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة. أفادت تحريات المباحث بأن الفتاة انتحرت بسبب خلافات ومشاكل مع الأسرة، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من المنزل قبل واقعة وفاتها بست ساعات. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن يعني الإجابة من أستاذة عقيدة في الأزهر، المنتحر ليس كافر ولكن يعني جاحد من رحمة الله، يعني مش معترف برحمة ربنا أو بعيد
عن الاعتراف برحمة ربنا. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا بتفاصيل قيام مصر بإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة. وتوصل مسؤولون مصريون وليبيون إلى اتفاق حول تشكيل لجنة مصرية ليبية لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في ليبيا. وجاء ذلك خلال مباحثات عقدها رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم الطراس مع وزير الصناعة والمعادن الليبية أحمد علي أحمد عمر. وتم الاجتماع على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له في مصر. وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في ليبيا. كذلك تم الاتفاق على إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع المصرية لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة. كما التقى الطراس أيضا مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبية محمد الحويج، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في ليبيا. مصدر معنا كان من RT. نتمنى الخير لليبيا والشعب الليبي بإذن الله ويكون بأفضل حال. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفتاة مول سيتي ستارز اعترافات صادمة لوالد الفتاة المنتحرة. يبدو أننا على موعد مع مفاجآت صادمة في قضية انتحار فتاة مول سيتي ستارز، حيث اعترف والدها بتفاصيل كاملة. كشف أن بنته تدعى ميار عندها 23 سنة انتحرت داخل المول بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب تعرضها لأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب منعها من الخروج بشكل مستمر مع صديقتها. وأضاف والد الفتاة في التحقيقات أنه كان يطلب من بنته عدم الخروج من المنزل بشكل يومي حفاظا عليها، ولكن الفتاة المتوفية كانت تتشاجر معه بسبب التضييق عليها. أكد أن بنته خرجت في المرة الأخيرة برفقة زميلتها نيرة طالبة بكلية طب الأسنان. قالت نيرة صديقة فتاة مول سيتي ستارز إنها كانت مع صديقتها ميار المتوفية يوم الحادث داخل كافيه سيلينترو بسيتي ستارز حتى الساعة 5 مساء، وبعدها انصرفت وتركتها بمفردها. وأضافت أن صديقتها المتوفية كانت تعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد خلال الفترة الأخيرة لشعورها أن أهلها يعاملونها باضطهاد وسوء معاملة. ميار قالت أخبرتني برغبتها في الانتحار لكني لم أكن متخيلة أنها ستقدم على الانتحار بالفعل. أكدت التحريات مباحث القاهرة أن حادث فتاة مول سيتي ستارز انتحار ولا توجد أي شبهة جنائية في الحادث، وقالت أن المتوفية كانت تمر بحالة نفسية سيئة. اتصلت يوم الحادث بصديقتها لتقابلها واتفقا على أن اللقاء في مول سيتي ستارز بالقرب من منزلها، وتحدثت معها عن شعورها باكتئاب شديد بسبب الاضطهاد وسوء معاملة أسرتها ولهذا فكرت في الانتحار. قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة سيتي ستارز للتأكد من سبب الوفاة. وتحفظت النيابة على مقطع فيديو مدته 37 ثانية وثق لحظة انتحار فتاة المول. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يرحمها ويغفر لها بإذن الله. كل اللي علينا ان احنا نعمله ان احنا ندعي لها بالرحمة فقط، ما نقولش يعني هي انتحرت ليه او ايه اسبابها الشخصية في الانتحار. احنا فقط ندعي لها يعني ان ربنا يرحمها ويغفر لها. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وأخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.